امتلأ قلب قداسة البابا شنودة بحب الوطن، ومن هنا كان حرصه على تقديم مأدبة المحبة والإفطار، فكان رمزا وطنيا، لذلك أطلق عليه بابا العرب لدوره في نشر السلام بين المسيحيين والمسلمين، ولدوره الوطني في العديد من المواقف. لنعلم الشباب كان لازم نقول لهم أن هذا الرجل عبقري المودة، أن هذا الرجل قدم وعمل الكثير من أجل إنقاذ هذا الوطن ومحبة هذا الوطن. ومعروف أن البابا شنودة كان بيزور جنودنا على الجبهة في ميدان القتال ساعة الحروب، ويروح يوزع عليهم بركة كده وحلويات ويفرح معاهم ويشكرهم ويشجعهم، دي لأن هو أصلا ضابط احتياط، قعد ضابط احتياط فترة وهو شاب ولا ينسى هذه السنوات أبدا. في أواخر أيامه وأحداث التي حصلت لحرق كنائس، ونريد أن يصدر إعلان مشترك من قداسة البابا وفضيلة الشيخ الطيب، وفوجئت أن تحديد الميعاد معه كان 7:30 صباحا مبكر طبعا، وحينما وصلت عرفت من الأخ والصديق دائما أب أرميا أنه ينتظر جلسة الغسيل الكلوي. سيدنا بابا